السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الرابع. اليوم لدينا نص معلوماتي بعنوان الخبز حول العالم. وهناك أيضا نوع من المخبوزات التي عرفت في شبه القارة الهندية، ثم انتشرت في دول الخليج العربي. تصنع البراثة من طحين القمح الكامل، وتقلى في السمن أو الزيت، وتلف على شكل شطيرة ليسهل تناولها. والآن، ما أشهر أنواع الخبز في الإمارات العربية؟ فكر، ما أشهر أنواع الخبز كما تعلمنا من درس الخبز حول العالم في الإمارات العربية المتحدة؟ من أشهر أنواع الخبز في الإمارات العربية المتحدة خبز الرقاق وخبز البراثة والجباتي أو الشباتي. كيف يصنع خبز البراثة؟ يصنع البراثة من طحين القمح الكامل، وتقلى في السمن أو الزيت، وتلف على شكل شطيرة ليسهل تناولها.
التقييم الختامي من خلال تطبيق كويزز. شكرا لكم صف ثالث، ولا تنسوا قراءة القصص المرفقة على تطبيق عصافير. مع السلامة.